ثم انا بشير. طيب تعالوا يا شباب تعالوا هنا بس ابغاها شوي وش تحس نفسك قصرت فيه بالطبخه؟ طيب. اول شيء نقول ان شاء الله ما قصرنا لكن مصيبتنا في الغاز. وين في الشيخ؟ انا اقول له ما ادري والله دهمنا شوي. وش اللي تحس انك قصرت فيه بالطبخ؟ ها؟ الدجاج. وانت؟ ما قصرنا احنا بس الغاز هو اللي سبب خل الغاز الطبخه قصرت بوش؟ طبخه؟ اي يمكن التحمير حق الدجاج بس عندنا استواء دجاجك الاستواء باقي له دقيقتين بس عشان الوقت عشان الوقت حلو والله عشان الوقت تحمير توب وش رايك الاستواء شوي يعني مقبول للاكل عادي شيء ان شاء الله تعوضون بالجايات سواء انت ولا انت نجح منا بالعله قصدي باكلوا غداك منا تعال تاكل معنا قطع بد 100 انت اخذت مش بس مرتين الله يخليك 50 50 حلوه حلوه انت ليه ما فزت بس تركي ذكر غداك ما طلع لك بس انا اعوضك تركي و50 انت اعطوه 50 يا كنترول يستاهل اعطوا الشباب اللي جو تعويضا منهم على وجودهم ما شاء الله كل واحد حتى الخسران كل واحد 100 يلا الله ما نجي الا من بعدك حلو لو منك اثنين بس لو منك اثنين الدنيا بخير والله لا انت طالب لانك انت طالع بدون استدامه ما دقت علي نفس علي بن هادي لو دقن علي كان يمكن تعوضت عنك بس اني انقهرت المهم 200 يلا كل واحد اللي خسروا واللي خسروا 200 عشان جيتهم بس قاهريني والله يا اهلي 200 مع 50 دي اقول استريح انت استريح طيب استريح خلاص زودتها بيض الله وجهك حلال ترى هذه غمزه منك انت ال 200 يعطيك الف عافيه الله يبيض وجهك هذا من طيب راسك ابرسلها لهم الحين رح ارسلوا بس موقعكم الله يخليكم بالخاص اني بقفل الجوال الله يخليك لي بقفل الجوال بعد المغرب شدوا حيلكم بسرعه عشان اوصل هداياكم لا اجي ابو جود لا اجيك والقى الاغراض عندك بالشقه لا مستحيل اكيد حرام تكفى يا ابو جود ابد بخلي اصور ونعرض بالشاشه الحصه الجايه حبيب قلبي الله يوفقك يا ابو جود تضيع فاتوره يا ابو جود يا حبيبي يا ابو جود والله اني اغلي هالشخص هذا والله نضيف الراس ما بشترك حان رب متى تلمها انت طيب ام ناصر تقول ان شاء الله تعادل لانهم يستاهلون والله الشباب جبر وتركي وعبد الله ومخلد يا طيبهم ناصر والله انها صعبه